هذا العمل برعاية هالمرة غير هالمرة غير اضحك وفرفش وانسى التكسير رح اخرفكم خريفة طريفة ظريفة خفيفة هني عفيفة شريفة شو حلوة وشو لطيفة احنا بنحكي في الواقع والواقع طبعا واقع نحكي عن حال بلدنا والحال نازل طالع قصصنا مية المية ومن المية للمية خيالية وواقعية من حياتنا اليومية ولما دوروا علينا طلعت الحكاية بطاطا وما حد السائل فينا هاي القصة عضلاطة هالمرة غير في قصص كثير رمضان خير وابو عرب غير مالك ولا؟ طلع العمارة شفناه شو فيه؟ شايف سيارة مسكرة باب المحل؟ هسا هاي اللي كد اللقمة صارت مسكرة عليكو سبحان الله أقول لك إذا هاي اللي مسخنة بدها تسكر على حدا خذها وحطها عندك جوا في الجرار ولا طالع بخذها منك ولا بس بدكوا تفتروا على العالم يعني؟ بدك تكيمها ما تعرفناش على الأخ ليكون شرطة مرور الحارة خير إن شاء الله مش شايف غيري من بين كل السيارات ولا شغلة زعرنا يعني؟ بدك تكيمها يا بدك تكيمها ألا مش إذا ربنا ما أعطيك أكم من كيلو زيادة تكون تفتر فيهم على العالم بس لك الكف بصبع إجر صغير بنفخ عينيك ولا شايف حالك زي بس المزبلة؟ أنا سيدي بس المزابل؟ آه لك سوي طوشة يعني؟ آه لك شقضيها صراخ؟ لا طب ماشي ها؟ هاي اثنين انتبه هاي ثلاثة ولا واحد وين وصلتوا في العدية؟ قصدي كيف خلصت مشكلتكم يا ابو عرب؟ انو خلصت؟ كل بلشت كل اعلن الحرب حاله عليم الله يا بطاطا ما تخلص السنة اللي انا بنفسك ومربيك يا هامل يا ابو عرب ما انت كنت فيها يا رجل كان علمت علي يا زلمة واحد متقع زي بطاطا يعلم عليك هيك انو متقع وانو مفقع بقول لك كل كفك يعني يا قسما بالله زي فراك الوالدين ولك ثلاث طوعين كتلي من الجهة الى اليوم مش عارف اوكل عليهن اما انت انتوا عشان المشكله اللي بينك وبينهم ايوه هجم عليك انت واخوك فغاسك وفغس اوعها خليك محضر خير اوعى تدير زيت على النار ولا يا ابو عرب هاي مشكله قديمه يا زلمه كنا اولاد صغار يا زلمه انت جاي تحكي لي بس انت اللي فيها وابو عرب راح وابو عرب اجا وابو عرب وبالاخر والله نزلت من عيني يا ابو عرب لا جوه الله على راسك خليني في عينك امانه الله تكون نزلت من عين الملاكم حبيب يعني انا ملاكم حبيب معلم بعدين يعني لك ساعه تتفاوض قدامي زي الجندب شو في يا زلمه انجز انت شو بتعرف عن الملاكمه انا بعرف ان انا دافع 250 شيكل رسوم اشتراك كلمه زياده بسحب اشتراكي وبطلع من هنا انا الملاكمه مش بس رياضه الملاكمه اسلوب حياه انت اذا ما سيطرتش على حالك بصير خطير على المجتمع بس ايوه انا بدي اصير خطير على المجتمع انا بدي اطلع من هان اشمط بطاطا بوكس انفخ عينه تقدر ولا لا طب وريني انا اضرب لي بوكس هان اشمطك بوكس اكيد متاكد انت اشمطك بوكس بهمش بهمش عيدها اضرب لازم السرعه حرك يديك روحوا روحوا خذ مصرياتك وروح تعطوش تراكو تخلوش عندي تخلوش عندي ضبح لي
ولا المرة هاي غير شكل، المرة هاي قسما بالله إلا نفخك، إلا خليك تشوفني في شارع تغير الطريق، إلا وجهك هذا أخربط ملامحه. روح! قديش بك المرة الماضية عليك؟ سبعة؟ قديش صار؟ تعد أنت؟ أنت عد أنا عد لا بك إذا عشرة ولا قديش؟ خلاص عد أنت. والله شكله المرة هاي مجمد على اليمين على الآخر يا أبو عرب. معلم أنا بس لو ظفرت وجهه راسه كدي البوكس إذا بس لو مسكته كان بلش لي 50 بوكس الثاني أنا كان دخلته غيبوبة بس باغتني يا أبو عرب. ما هاي الملاكمة بدها واحد إيديه طوال، أنت إيديك الثنتين قد كوعي هذا، يعني بدك تحكي لي ملاكمة؟ أما اسمع مني عليك يا عمي بالكاراتيه، أنت واحد فلفلة وسريع وحرك هو قاضية بتخلص عليه يا زلمة. لا بطاطا كاراتيه وقت ما تريد ولا ولا اوعى تجيني بالصوت ولا روح نادي المدرب تاعك. روح بص المدرب، زعجي مش زعجي، روح نادي المدرب تاعك. وصلت الله الله عليك. ري جي وين وصلت الكاراتيه يا حبيبي؟ شو وين وصلت الكاراتيه؟ وصلت الدار. وين وصلت؟ انا الحين اجيت يا عرب. انت مخربط، انت مخربط. شو لون حزامه؟ حزامي زهري لونه. اذا انت بتشوف اذا نعم الف مبروك عليك، انت جلست كل المراحل، وصلت حزام 67 دان و7 اعشار. انا معلم انت عم خربط. بقول لك انا هالحين اجيت، انا ما بعرف شيء، والله ما بعرف شيء. الله على التواضع. الله يوفقك يا سلام، الله يوفقك. وين وصلت الكاراتيه؟ انت من هذا النوع حبيبي. لا بجد حزامك الاسود يا زلمه. اقرا وجهي روح مشي تخرج يا الله. صفو ما بدك يا عمي، كيف بالك عننا؟ لا يا حبيبي، المرة هاي غير، الحساب عندك وفيها كراتيه هاي. هذول تحسبين كفين ولا كف واحد؟ حسبين زي ما بدك. والله يا ابو عرب يا صاحبي انه انا ما هو هي اللي بصير فيك، كل يوم بتتبهدل وبتنمسح فيك الارض، عشان هيك يا ابو عرب قطمني يا زلمة. عشان هيك يا صاحبي حلك عند المرة هاي وأكيد. وال تعال معي. أبو عرب ولا بنهيك من بطاطا إلا هذا الشيء بس. لا يا زلمة طول بالك، زي ما بخرفك واسمع مني وهيك انتهى الموضوع. لو سمحت بس كيف السيارة من ذاك شو عباب محل؟
هسه هاي المكلعطه اللي كد اللقمه مضايق عليك ولك لا تسمعك وتزعل بعدين. شو الدعوه يا زلمه؟ حياك الله هسه بكيم لك اياها، بس والله عشان بكنت مستعجل تتناول الاغراض من فوق. هسه بكيمها ولا لا؟ والله ما بتكيمها خلص. تفضل صب عندنا قهوه. تفضل. الله يخلف عليك، والله بدي اطلع ودي اغراض فوق وبدي انزل ان شاء الله. ترجع بس صب قهوه. بارك الله فيك. حاضر، شكرا. يخلف عليك، يخلف عليك.